المباراة النهائية لكأس العباقرة الموسم الخامس، مباراة جميلة جدا، وهفكركم بالنتيجة. عمر الفاروق 40، برق العز 20، وحصل عندنا تغيير في برق العز، سامح محمد مكان محمود محمد. ازيك يا سامح؟ تمام الحمد لله. ايه رأيك في المباراة؟ بصراحة مباراة حلوة جدا، يعني خصوصا ان هي في الدور النهائي، اكيد الفرق اللي قدامنا قوية يعني شايف الاسئلة كويسة تلاقيها في الدور النهائي. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. بالتوفيق يا سامح. وحصل عندنا كمان تغييرين في عمر الفاروق، احمد ياسر مكان كريم شعبان، ورحاب مجدي مكان هدير السيد. ازيك يا رحاب؟ الحمد لله. رحاب، رسالتك لمين؟ رسالة لكل الناس اللي اشتغلنا معهم هنا، والاهلي والمدرسين وكل الناس اللي دعمتنا. بجد شكرا على الوقت الحلو اللي قضيناه مع بعض، وشكرا على يعني بجد فرحانين جدا ان احنا وصلنا للبرنامج عشان الوقت اللي احنا قضيناه سوا وكل الوقت الحلو ده. بصراحه انتوا كمان هتوحشونا جدا، كل الاستوديو بيحبكم، بنتعب جدا في برنامج العباقره، بس احنا بنحب البرنامج ده جدا وكلنا بنشتغل فيه من قلبنا، انتوا بتفرحونا. بالتوفيق يا رحاب. احمد ياسر، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. جاهز؟ ان شاء الله. رسالتك لمين؟ لكل الناس اللي دعمونا من اول، توفيق طبعا من عند ربنا، من اول المسات اللي اشتغلوا معانا، بابايا ومامتي، كل حد كان ادانا بوست في انرجي ان احنا نكمل في البرنامج. جمهور مش ساكت من اول ما دخلنا الاستوديو، صح؟ هو ده اللي احنا عايزينه، فريق الشرقية فريق جبار، فريق جبار. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة، المعرفة أربع أجزاء: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، قدرات ذهنية. أول اتنين معايا منة الرحمن أحمد وصابر عبد المقصود. منة وصابر، صابر ومنة، وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. ازيكم؟ الحمد لله. حلوة الابتسامة دي في المباراة النهائية، مع ان في توتر، بس لا فيش توتر خالص، فيش توتر. يا سلام، اللي يشوف منا دلوقتي ما يشوفهاش في الماتش بتاع الافضل لاعب. ايوه بالظبط كده، شخصية تانية خالص. ازيك يا صابر؟ الحمد لله. جاهز؟ ان شاء الله. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هو الشعار السابق لعلم مصر من عام 1972 إلى عام 1984؟ هلال. هلال. الهلال. إجابة خاطئة. منا. هلال وثلاث نجمات تقريبا. هلال وثلاث نجمات تقريبا، منا. إجابة خاطئة. عمر شريف رفع ايديك، اجابتك ايه؟ نجمتين. انت بتخمن بقى؟ لا لا بجد، لا هو اصلا العالم اللي انت بتتكلم عنه هلال بثلاث نجوم. لا لا، احنا بنتكلم على العالم من 72 ل 84، العالم اللي اترفع على ارض طب سينا. لا طب، لا طب، 79 سينا. 89 اسف. كان علم عليه صقر، صقر قريش، هو ده العلم، وهي دي الصورة اللي رفعنا فيها العلم على أرض سينا. تفضلوا. 40 عمر فاروق، برق العز 20، ودلوقتي عمر وأميرة، أميرة وعمر. طيب عمر، هي على طول بتنزل واحد لواحد في الرياضة وما بتجاوبش، هنشوف هيحصل ايه في السؤال اللي جاي. كنت جاوب الله أعلم. رياضة، والسؤال هو: ما هو الفريق الفائز بكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد عام 2018؟ الأهلي المصري. الأهلي. الأهلي يا عمر. إجابة خاطئة، مش الأهلي. تخيلي مين؟ الزمالك. ما لو مش الأهلي يبقى الزمالك مثلا كده يعني. بسوني طبعا زملكاوي وقاعد مبسوط جدا من السؤال، والزمالك
إجابة صحيحة. الزمالك الإجابة الصحيحة. أميرة ما استسلمتيش وخدت العشر نقط، برافو عليك. وبكده النتيجة 30 بر العز عمر الفاروق 40. ودلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، رحاب وسامح، سامح ورحاب، تكنولوجيا. والسؤال هو: ما هو المتجر الافتراضي لنظام التشغيل اندرويد؟ جوجل بلاي. جوجل بلاي إجابة صحيحة. جوجل بلاي هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا رحاب. عمر فاروق 50، بر العز 30، وعندنا آخر سؤال واحد لواحد، قدرات ذهنية مي وأحمد ياسر. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 12 في 13 على 13 زائد 12 في 12 يساوي كام؟ إجابتك 156. ما شاء الله، إجابة صحيحة. برافو يا مي، 156 هي الإجابة الصحيحة. هارد لك يا أحمد. وكده نتيجة 40 بر العز عمر فاروق 50. ودلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية، وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هو أول بنك قام بطباعة الجنيه المصري الورقي عام 1899؟ صابر. البنك الأهلي. البنك الأهلي المصري. صابر إجابة صحيحة. البنك الأهلي المصري هي الإجابة الصحيحة، وصورة الجنيه قصادكم على الشاشة. وبكده النتيجة تعادل، 50 بر العز 50 عمر الفاروق. ودلوقتي السؤال الثاني في الرياضة، والسؤال هو: من هي المصرية بطلة الكاراتيه التي تصدرت التصنيف الدولي تحت 21 سنة وفازت بست ميداليات ذهبية في بطولة العالم؟ جيانا فاروق. جيانا فاروق. أحمد ياسر إجابة صحيحة. جيانا فاروق بطلة من ذهب. أحمد عرفتها إزاي؟ أنا بلعب كاراتيه. عشان كده السؤال ده ما كانش سهل، سؤال صعب. وجيانا فاروق بطلة من ذهب، ولازم نحييها كلنا. وخلي بالكم إن أحمد ياسر بيلعب كاراتيه. السؤال الثالث في التكنولوجيا، والسؤال هو: الشعار هو الإحدى أكبر الشركات المنتجة لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي وأنظمة ألعاب الفيديو، فما اسمها؟ نيفيديا. كنتوا كام؟ 60. 60. بقيتوا كام؟ 70. 70. أحمد ياسر 70 إجابة صحيحة. نيفيديا هي الإجابة صحيحة، برافو عليك يا أحمد ياسر، ما شاء الله. العبوا مهمة، عايزين القمة، ما شاء الله. وبكده النتيجة 70 عمر الفاروق بر العز 50. مباراة تليق بالنهائي، 10 نقط هنا و10 نقط هنا. ودلوقتي آخر سؤال في الفقرة، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 25 في 25 زائد 25 على 5 يساوي كام؟ عمر 630. 630 بتسألني، ورحاب مصمم انه صح، وجمهور موافق، وانا موافق، وإجابة صحيحة. 630 هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 80 عمر فاروق بر العز 50. فاصل وهنرجع مرة تانية مع كأس البطولة والعباقرة.
وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 30,000 جنيه بما يساوي 2,100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 3,900,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.